إذن للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني مع كل عام، مع قرب شهر رمضان وحلول شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضرتك طيب، واستكمالا لجهود حضراتكم بمبادرة سيادة الرئيس سجون بلا غارمين تعم الفرحة الحقيقة السجون المصرية. عدد 89 الذي ذكرناه في الخبر، هل هذا وجبة أولى ستتلوها وجبات أخرى، وهل السجون خالية تماما اليوم فعلا من الغارمات أم هناك البعض منهن؟ ما فيش شك، منذ اطلاق السيد الرئيس لمبادره سجون بلا غارمين الاعداد كانت في البدايه، كنا في كل مناسبه بنحرص ان احنا نخرج اكبر عدد بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر. احنا يمكن في كل احتفاليه كان بيخرج ما بين 2500 و3000 نزيل على ذمه قضايا الاستدانه. النهارده يمكن السيد مساعد الوزير لقطاع السجون لمس مساله انخفاض الاعداد داخل السجون المصريه بالنسبه لقضايا الغارمين والغارمات مع تفعيل المبادره من الوقت للاخر. النهارده يمكن كمان عدد السيدات لاول مره اقل من الرجال، يمكن النهارده 89 فيهم 13 سيده فقط. الحقيقه عدد السيدات الحمد لله قل جدا جدا من السجون المصريه، وده نجاح كبير جدا للمبادره. مفيش شك ان احنا طول الوقت عندنا توجيه بتفعيل المبادره في كل مناسبه نقدر نلم بيها شمل الأسر اللي تشتتت بسبب قضايا دين. ربما بيكون رب الأسرة بيكون في ظرف بيضطروا إلى الاستدانة، لكن الاحتفالية اللي بتنظم داخل قطاع السجون بنبقى حريصين فيها إن احنا نأكد إن الاستدانة بتخلف وراها مشاكل كتيرة جدا بتتعدى فكرة الالتزام بالالتزامات المعيشية البسيطة. كل الشكر وكل التوفيق لحضراتكم في هذا المجهود الإنساني. بشكرك أستاذ محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر.